مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الذكرى السنوية السابعة لاستعادة مدينة الموصل عسكريا والآثار التي خلفتها العمليات العسكرية إلى الآن، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هلال الدليمي الباحث السياسي. دكتور هلال، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بداية، 7 سنوات على استعادة مدينة الموصل عسكريا بعد إعلان حيدر العبادي آنذاك الانتصار كما وصفه، إلى الآن لا تزال هذه المدينة تعاني، الجانب الأيمن لا يزال مدمرا، الأموال رغم المؤتمرات، مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، كثير من الأموال التي قيل أنها خصصت لمدينة الموصل لإعمارها، لكن إلى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي حكومي حقيقي، ما السبب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهدين الكرام. قضية الانتقام من المناطق المثلث الموت كما سمتهم الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، هذه الخطة طبقت بشكل حقيقة دقيق وواضح جدا. الهدف ليس الإعمار ولا التحرير، الهدف هو تدمير المناطق التي انطلقت منها المقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ضد المشروع الإيراني ومن المشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في العراق. الموصل هي ثاني أكبر محافظة في العراق، تخطيط لتدمير الموصل كان واضحا منذ البداية. نحن نتذكر أنه التعليمات التي صدرت لأهل الموصل عدم مغادرة المدينة تتذكرون، ومن ثم تم التدمير الكامل ودفن الآلاف والممرات الآمنة التي قالت الحكومة أنها فتحتها كانت تؤدي إلى الميليشيات. إلى الميليشيات، يعني هو هذا التشكيل الذي أريد منه تدمير مدينة الموصل. أولا، داعش دخلت ب 150 عجلة. 150 عجلة، كل عجلة تحمل 6 أشخاص أو 7 أشخاص، يعني لا يتجاوز عدد المهاجمين في ذلك الوقت إلى 1000، ولكن في الموصل 53,000 عسكري الذين سلموا الموصل تسليمية إلى الدواعش في ذلك الوقت. والمشروع الدواعش أصبح مفضوح من الذي أسسه ومن أشرف عليه ومن. طيب دكتور، اسمح لي أتداخل مع حضرتك لضيق الوقت، نستثمر وجود جنابك معنا. لماذا إلى الآن لا يزال نور المالكي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، الذي بسببه سقط العراق أو ثلث العراق بيد داعش وانهارت المنظومة العسكرية في محافظة نينوى وكما تفضلت هذا العدد الضخم من المقاتلين، لماذا لا يزال إلى الآن حرا طليقا، بل تستخدم آلته الإعلامية وسيلة طائفية مثيرة للفتن، وهي أن أهالي المدينة أو أهالي المحافظات هم الذين سلموها لداعش؟ هذا الكلام حقيقة نتحدث لماذا لم يتم تطبيق القانون في دولة لا تعرف القانون؟ سؤال لا يسأل، لأنه نحن نعلم أن الذين أتوا إلى العراق ما أتوا لتطبيق قانون أو نظام حكم، القانون هو عبارة عن سلطة بيد الميليشيات. الآن الميليشيات الآن هي أقوى من الدولة، وهناك مناطق في العراق لا يستطيع الدولة دخولها، تابعة لدول أخرى وهي في قلب العراق. إذا نحن نتحدث عن لماذا لم يطبق القانون. القانون يحاسب العسكري الذي يسلم مدينة بهذا بالإعدام. لاحظ القانون بكل دول العالم، لأنه تسليم مدينة للجنات بهذه الطريقة، تسليم واستلام، يعني أنت وتحويل مبالغ. يعني قبل يومين من دخول الدواعش إلى مدينة الموصل تم تحويل 400 مليار دينار عراقي لتمويل العملية. فإذا من الذي يحاسب من؟ أنا قلت في مقالة سابقة، لمن تشتكي الحبة إذا كان القاضي دجاجة؟ يعني هؤلاء الناس هم الذين يطبقون القانون. القانون يطبق على رجل الفقير، على الإنسان الذي حبس في هذه المدينة ويجب أن يقاوم الآلة العسكرية التي سلمت إلى الدواعش. وأنتم كل عراقي رأى الأكداس العسكرية التي تركت بكامل عدتها وعتادها في الموصل، وتم هروب القادة العظام الذي يسمون القادة الجيش إلى أربيل وبشكل فاضح ومخزي. إذا المواطن الذي لا يملك
قدرة على المقاومة الذين هدم الجيش وتركوا وهم تركوهم لأجل الانتقام، أنا سميت هذا الانتقام المربع، لأنه هناك حقيقة حقد على مدينة الموصل، على المناطق التي ثارت ضد الحكم البائس الذي يعاني منه العراقي سواء كان في الجنوب أو في الشمال. طيب أنا أتكلم عن عمار الموصل، ماذا هل عمروا في البصرة، هل عمروا في الناصرية، في النجف، في كربلاء اللي ما كان فيها تدمير، هل بنوا مدرسة؟ نعم. القضية الآن القضية مال البناء الآن الذي يظهر وهو الغسيل الأموال ليس إلا، أما الإعمار الحقيقي لمدينة فيها نازحين، يعني أنا أعطي الأولية لإعادة النازحين لبيوتهم. طيب أنا 7 سنين لم تكن هناك خطة حقيقية أو فعلية أو حتى شكلية ما عدا على الورق لنهب الأموال. وصلت الفكرة دكتور هلال، وأعتذر من جنابك لأن الوقت انتهى. شكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.